قول لي انت مانو ايه مايكا قول لي شو هيدا شو هيدا شو هيدا يا ستير شو هيدا شو هيدا والله شباب سكين شيء كتير حلو كتير حلو. طب شباب قبل ما نبلش باي شيء شباب مرحبا بكم اعزائنا الكرام بقناة تعليقكم يا احلى ناس. واعزائي الكرام قبل ما نبلش هذا المقطع حبايبنا الكرام لا تنسوا تصلوا على حبيب محمد عليه الصلاه والسلام ولا تنسونا باللايكات والشيرات وايش ولا شغلات. بس وقفوا شوي يا شباب جبت لكم مسابقه اسطوريه حبايبنا الكرام على الانستغرام يا اساطير. طبعا شباب المستفاصيل المسابقه راح تكون موجوده على الانستغرام حبايبي مثل ما انتم شايفين على اليمين لا وقف هون لا هيك على اليسار حبايبنا الكرام عليكم الانستغرام عليكم شرطه جيمنج شباب وشي اسطوري شباب مسابقه اسطوريه وشي تاني شباب شي تاني شباب بتعيد جميع شباب اللي ما شاهد الفيديو تبع الجراند ماستر شباب على قناتي شباب الفيديو هذا اوكي راحت ضروري تروحوا تشوفوا ضروري شباب نشيل الاداء هذا ضروري تروحوا تشوفوا شباب رحله الصعود الى الجراند ماستر يا اساطير. اوكي حبايبي الكرام مثل ما انتم شايفين يا اساطير بهذا المقطع السينمائي الخفيف طبعا شباب هذا هو راح يكون موجود في الاسكانات الرئيسيه للمتجر الغامض شباب. طبعا شباب متجر الغامض شباب الفتره اللي فاتت ما كان متجر غامض شباب لهيك شباب راح ينزل متجر غامض جديد اوكي حبايبي الكرام راح يكون في عليه عناصر اسطوريه وكل شيء شباب حبايبي راح افرجيكم الان بعد شوي شباب مقطع للسكين الرئيسي للمتجر الغامض القريبه شباب مثل ما انتم شايفين شباب الشركه نزلت من شوي هذا الحدث اوكي يا اساطير لننتقل للمقطع الثاني. اوكي حبايبي الكرام مثل ما انتم شايفين هذا هو بالنسبه للسكين الرئيسي بمتجر الغامض حبايبي راح يكون متجر غامض المحارب حبايبي الكرام. طبعا شباب مثل دائما راح يكون متجر غامض هذا راح يكون متجر غامض اصلي يعني شباب مش المتجر الغامض اللي نزل بالفتره حبايبي واللي تفاجئنا كلياتنا في هذا المتجر. طبعا شباب راح يكون في مثل كل مره عناصر تقريبا عناصر فاير باس واشياء يعني اللي بنعرف اللي بنعرفها دائما بالمتاجر الغامضه يا اساطير. سو حبايبي الكرام الان خلينا ندخل على الحدث الثاني ونحن قبل ما نجي شباب نجيب ابو الحل السكين ليتس جو هير ليتس جو شباب اول 10 ضربات لعيونكم يا ساتير ليتس جو ايفريبادي انت مان وي وي ها 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 لا يلا روح والله الشباب يعني يلا حان وقت الضرب اليمين يسار فوق تحت يمين ابدا 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 بيض بيض في بيض في بيض في بيض شباب ليش هيك لحظه بيض شباب بدنا نجيب ابو السكين. طبعا هذا الشباب السكين راح ينزل بسيرفر مين عن قريب اوكي يعني ممكن اعتقد غدا او الايام الجايه يعني شيء اكيد انت مانو ويل ويل لي برو وي 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 ابا قولي يا سلام عليك يا جميل يا اخي كوبوي مع كوبوي وما اعرف شو والله شيء باللوز والله شيء اسطوري وراح تصير شو هي تطلع هل اوكي خلينا نركز باللعيبه اوكي شباب جبنا ابو السكين شيء كثير حلو شيء كثير اسطوري اوكي join the battle be the legend والله شيء مرتب خلينا ندخل نشوفه من على القرب شباب نشوف الاشياء تبعيته عن هون القبعة يا اساطير والله شيء يعني كوب بوي هون حتى هي صاير بدنا نعمل هيك مثلا اوكي نشوف شغله منه صوروا بالكم يا اساطير لا مو هذا نعمل هيك عندنا هون الجاكيت حبايبي طبعا هذا هو الجاكيت بس نغير شيء ثاني عشان نشوف البنطال مثلا هذا هو البنطال حبايبي مثل ما انتم شايفين والله البنطال يعني مش مشي يعني شباب بس تخلي شباب وطول بالكم يا شباب لازم ادخل على التدريب شباب ونجرب ابو السكين شباب ندخل على التدريب يلا ليتس جو ندخل على التدريب حبايبي الكرام احسن شيء ليتس جو التمانو هذا ونشوفه من على القرب شباب شيء كثير حلو اوكي اوكي وهيك بيكون شكل السكين حبايبي مثل ما انتم شايفين يعني جد يعني سكين هيك كوبوي مع كوبوي على قبعه مع قبعه يعني والله الصراحه على نارات ما نارات يطلع نار من تحت هذا والله شيء مرتب كثير حلو شباب بس يعني والله لو كنا نجيب نقدر نجيب الرقصه شباب معه هي الرقصه لما يدخل على الساحه وهالشيء ولا شيء يطلع شيء كثير حلو خلينا ندخل نجربه شباب باللعب مثل كل مره مثل اي كل
كل الأسلحة ولا مو الأسلحة، كل السكنات تبى أجربه أجيبهم شباب، يعني لازم أجربهم بلعب شباب. تمام شباب الحلوين، اللي مشهد يعني اللي شاهد أول مقطع شباب لا تنسوا تروحوا على الانستغرام شباب، راح أحط لكم كل شيء بالتعليقات بالوصف بالديسكريبشن. اوكي طبعا شباب مثل ما شايفين شباب هذا الشوتجن راح افرجيكم شباب، اللي ما شاف الفيديو يروح يشوف اخر فيديوهات، بس بالك راح افرجيكم يا شباب. طبعا هذا الشوتجن كمان من الشوتجنات الاسطوريه البربر شباب اللي راح نحكي عنه قريب. اوكي افرجيكم بس واحد الشوتجن. هاي بيبي طول بالك حجي، وش بيك يا زلمه، هيك عمليان يا زلمه طولنا بالك. يلا والتمارو شباب، بالنسبة للسكين شباب مثل ما انتم شايفين يا ساتير، صراحة انا شايفه شوي كبير، شايفه شوي ضخم، بس ولكن كشكل يا زلمة حشيشة شباب، حشيشة داغين الله تدريب هون كمان يخرب بيت ستك من نقله. يبا طبعا شباب اذا لاحظتوا شباب نزل نفس السكين بس ولكن شخصية بنت. اوكي في نفس الشكل بس ولكن لبنت. اوكي شفتوه اكيد بالسيرفر. اوبا لا يا هذول ما يرحمون شباب جيبولي الدبي ده، وينو هذا هو راح برا ابلع. يلا انقلع ولا جاي وراي بس ما صوت. لما هذا هو نفسه، لا مو هو، يخرب بيت سنتون شباب والله دول، يعني والله يعني ما اعرف شو بدي اقول لكم يا ساتير. التمانو ثواني يا ساتير، بدنا نروح نجيب هذا. يلا معك. اوكي شباب خلينا نروح نطلع على الخزنه شباب، ونشوف نحاول نظبط السكين شباب، نحط له بعرف اذا بحساب هذا فيه بنطال الجاز ولا لا. خلينا ندخل نشوف حبايبنا الكرام، انا بعرف شباب كثير منكم بنطال جاز. اوكي خلينا نشوف شباب، اعتقد موجود بهالحساب بنطال الجاز. موجود لوز. طبعا شباب بنطال الجاز ما مو مبين كثير على حسب التشكت. اوكي طبعا الحذاء بدنا نحط له حذاء ثاني. اوكي وين الحذاء نحط له شيء حذاء، مثلا نحط له هالحذاء. اوكي صار احسن بشوي، بس ولكن رح اغير له الجسم يعني شوي التشكت كثير بيلعب، ولكن رح نخلي الطاقيه ولا هذا. ايه تمانو شوفوا لي معي شباب، شوفوا لي السكين ما احلى. طبعا شباب رح افرجيكم قبل نفس الوقت البربر. اوكي كنت عم بلعب فيه. اوكي ندخل على المتجر. اوكي هذا بالنسبه للبربر شباب، هذا راح ينزل كمان عن قريب. اوكي راح ينزل هذا البربر شباب، عنا سرعه التحميل ودقه يعني يشبه اللي نزلت لكم كمان فيديو شباب للبربر، راح ينزل شباب اسطوري كمان. روحوا شاهدوا مشهد المقطع، روحوا يشاهدوا اساطيري. سو حبايبي الكرام خلينا نشوف اشياء جديده شباب شو نزلت. طبعا شايفين رقصه شباب. اوكي ما حبيت نسيت افرجيكم اياها، هي كمان رقصه شباب، ما اعرف كيف راح افرجيكم شكلها. نجي لهون اصبروا شوي، في رقصة جديدة شباب يعني التمانو وينو هاي، شوفوا الأحداث هاي هي شباب مثل شو رقصة هي بيعمل هيك يعني. اوكي شباب حابين نفرجيكم اشياء تانية نسيت ما في شيء. اوكي حبايبي الكرام هيك بكون انتهى مقطعنا اليوم. اوكي ان شاء الله عجبكم مقطع يا اساطير. برجع بكرر حبايبي، الكل يذهب الى الانستغرام شباب في مسابقة اسطورية شباب، روح موجودة شباب، موجودة على اليمين شباب، بدعيكم كلكم تروحوا تشاهدوها شباب، وتشاهدوا المقطع الجراد ماستر شباب. اوكي موجود راح يكون كمان بشي مكان على الزاويه فوق هون، اضغطوا على الفيديو او راح تشوفوه تحت بالتعليقات حبايبي. اعزائي الكرام بشوفكم مقطع جديد يا اساطير، من لكم صحه فطوركم صحه سحوركم، وشوفكم مقاطع جديده. الى اللقاء.